عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ. مساكين أهل الدنيا، مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل له: وما أطيب ما فيها؟ وما أطيب ما فيها؟ قال: معرفة الله. أطيب ما في الدنيا معرفة الله ومحبته والأنس بقربه والشوق إلى لقائه. من يخرج من الدنيا ولم تقم في قلبه هذه المحبة وهذه المعرفة وهذا الشوق لله سبحانه وتعالى يخرج من الدنيا وما ذاق ألذ شيء في الدنيا. غره الغرور وألهاه الملذات الفانية والمطامع الزائلة، ألهته عن أعظم لذة في هذه الدنيا، في هذه الحياة الدنيا. قال: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل له: وما أطيب ما فيها؟ قال: معرفة الله ومحبته والأنس بقربه والشوق إلى لقائه.